موضوع الأساسي اللي هو القائمة، عدد القائمة، وحصل خلاف كبير جدا في الرأي، ولكن كلها آراء تحترم. في ناس بتدافع عن ال 30 لاعب والتمسك بفكرة الانتظار، وفي ناس بتقول 25 يكفي جدا. أنا شخصيا كنادي نجوم المستقبل طرحنا فكرة وأنا شايفها منطقية جدا، إن الأندية يكفيها 25، ولكن عندي في أربع أندية بتنافس في بطولات أفريقية وعربية، الأندية دي من حقها أنها تاخد استثناء عن باقي الأندية لأنها في الآخر بتمثلنا، بتمثل مصر. فكان اقتراحي إن هم بيتم الموافقة لهم هم بس الأربع أندية على 2 لعيبة زيادة أو 3 لعيبة زيادة، بحيث إن هم يساعدوهم على خوض المنافسات اللي هي الأفريقية والعربية. كأندية ناقشناه وطرحنا الأفكار وخدنا تصويت على إنها تبقى 28، القائمة 28 للجميع، وخمسة انتظار، قللوا عدد الانتظار إلى 5. فكرة مرفوضة حتى من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لأن فنيا طبعا الكلام ده لا يجوز. النهاردة احنا دولة عريقة جدا في كرة القدم، حكاية مجموعتين دي دورة رمضانية، ما تبقاش أبدا لا ترقى إلى مستوى دولة كبيرة زي مصر. يعني حقيقة احنا انا كنادي نجوم المستقبل ان شاء الله لنا مقابله مع سياده الوزير اشرف صبحي، وعندنا حلول جيده جدا وهنناقش فيها، واعتقد ان شاء الله ان احنا ممكن المقترحات اللي هتقدم بيها تساعد الى حد كبير على حل عوده الجماهير ان شاء الله.